تحية سامي عمار، مصر وماذا نرى لهذا السام الذي ما زال يتداول داخل قناة سعرية صاعدة؟ ما زلنا ننتظر المزيد من الزخم زي ما قلنا فوق مستويات ال 6 جنيه 35 لحد مستويات ال 6 جنيه 45 اللي طالما استقرت الأسعار فوق منها تظل النظرة إيجابية، وما زلنا نتطلع لمزيد من الأهداف الصاعدة بالنسبة لنا على السام. ما زلنا ننتظر زيادة في الزخم، وقلنا إن إحنا عايزين نشوف مشتري قوي يدعمنا لإعادة اختبار مستويات ال 8 جنيه ونص، وبعد كده إن شاء الله نبحث عن قمة جديدة بالنسبة لي. لو إحنا ملاحظين إحنا عملنا موجة صعدت بينا من البداية وعملت لنا تصحيح كان عنيف على شكل A B C، وبعد كده شفنا ردة فعل إيجابية، شفنا تصحيح كبير أيضا وشفنا ردة فعل إيجابية. فأعتقد إن إحنا ممكن نلاحظ فترة من التذبذب، ولكن أعتقد إن التذبذب ده أنا عايزه يفضل فوق مستويات زي ما قلنا ال 6 جنيه 35 لحد مستوى 6 جنيه 45، لان ده بيدعم تحليلنا وبيدعم القوه ان شاء الله للسهم ومزيد من الاهداف الصاعده ومزيد من الاهداف الكبيره بالنسبه لنا على السهم. لو قلنا كمان ان السهم ما قدرش يحافظ على المنطقه دي فاعتقد ان السلبيه هتشيل لينا، وممكن نعود مره اخرى لعند اختبار 6 جنيه 35 لحد مستويات 5 جنيه ونص، وهنا هنشوف تصحيح كبير. ولكن ما نفكرش التصحيح كبير طالما احنا عندنا زياده في الزخم، عندنا منطقة طلب مهمة جدا، منطقة انعكاس احنا استقرينا فوق منها، ودي بتعزز الإيجابية بالنسبة لنا. لو لقيت اختراق، لو لقيت كسر قوي للمنطقة دي ساعتها ابتدي اقلق، لكن طالما انا مستقر فوق منها وداخل قناة سعرية صاعدة ما زالت النظرة الإيجابية متاحة، وما زلنا نستهدف الهدف بالنسبة لنا اللي هو مستويات ال 8 جنيه ونص. لو عدت اختبار آخر قمة احنا رحنا لها اللي هي القمة دي كلها، دي منطقة المفروض احنا عايزين نعيد اختبار. فما زالت النظرة على السهم إيجابية، حركة السهم حتى الآن ما زالت إيجابية. وعشان أقول حركة السهم سلبية بمنتهى البساطة لازم يجي كل الصعود ده، ولكن بعد زيادة الزخم ما أعتقدش إن ده ممكن يحصل. وبالتوفيق.